ابرز بقى المواقف الكوميديه اللي بتكون موجوده في اوضه اللبس في المباريات ما بينك وبين عمر كمال عبد الواحد، غير موضوع الفراخ المشويه اللي خلاص اللي هو سيح لك على الهوا فيه؟ غير موضوع الفراخ، عمر بيتخض بسهوله يعني. بسهوله؟ ده راجل مدافع ويعني لا بيلعب. لا بيتخض اللي هو مثلا لما يبقى مركز في حاجه او كده وتخطه مثلا او تنكشه كده من اي جنب بيتخض يعني، فعلى طول بخض عمر في طول الوقت يعني. صحيح الكلام ده عمر؟ جابني هو هو واكرم توفيق، خلي بالك مش سايبني في حالي، مش على طول والله ما بيسيبوني في حالي. طالع من متوضي وطالع رايح اصلي اتخض يخضوني، ماسك التليفون مثلا والاقي واحد طالع لي من تحت السرير يخضني، واحد طالع لي من لا الحمام. لا ده مره بقى، استنى بقى استنى، ده مره كان في واحنا في قطر، كان قاعد هو في اوضته في الفندق وكان الباب مفتوح، واحنا داخلين انا واكرم عشان يعني نقعد معاه لان الباب مفتوح وهو مش واخد باله، فدخلنا من غير ما ياخد باله، وهو طبعا قاعد بقى في الاوضه عادي وبتاع، لان داخلين عليه الاوضه خبطناه يعني، فهو يعني قلبه كان هيقع. انا اصلا قاعد بقى شويه زعلان مننا اللي هو انتوا بتهزروا يا جماعه. انا نيتي خير، فتح لهم باب الشقه، احنا كنا قاعدين في يعني شقه فندقيه في قطر، ففتح لهم باب الشقه عشان ما يخبطوش عليا وانا باخد دش وعشان نلبس وننزل. كنا في رمضان ساعتها رايحين ننزل نفطر، ففتح لهم الباب وفجاه دخلت من طلعت الحمام وداخل اوضه وبلبس الجزمه، لقيت اتنين واقفين يا كابتن عاملين لي كده. كنت هموت والله فعلا، والله كنت هموت فعلا. مين اللي بيكسب في لعبه ازازه الميه اللي بتلعبوها؟ لا اكرم توفيق ده مستفز. كريم هو اكرم صعب فيها ملك اللعبه دي، مستفز. لا اكرم صعب، انا بكسب عمر في الشطرنج بس. هو بيكسبني شطرنج. شطرنج بيكسبني شطرنج، وكل شويه يقول لي انت محظوظ. كمان بعد ما بيخسر وما كسبنيش ولا مره اصلا، اللي هو ما كسبنيش ولا مره. هو لا يكسب في لعبه الازازه. عايز اقول لحضرتك حاجه على كريم، يعني كريم انا شهادتي فيه مجروحه، يعني هو عارف انا على علاقتي بيه الشخصيه بعيد عن الكوره، يعني هو اخويا الصغير وربنا يعلم معزته عندي قد ايه. كريم من النوعية اللعيبه اللي انا بحبها يا كابتن، يعني كريم انا هو واجه صعوبات كتير قوي في موضوع اصابته، ولما رجع لعب شويه وبعد كده استبعد ولعب شويه واستبعد. كريم من الناس يا كابتن اللي هي يعني ممكن محدش يعرف الموضوع ده، في الاجازات بتاعته بيتمرن لوحده، بينزل بيتمرن وساعات بيجي النادي لوحده يتمرن، محدش يعرف الموضوع ده. ولما عشان كده ربنا بيكرمه، لما بيجي يرجع يلعب بعد شهر ولا شهرين بيتألق تاني، لا وربنا بيكرمه وبيساهم في فوز في جول في صناعه هدف فيجيب جول. فانا بحب النوعيه دي، وبعدين لما بيكون في الملعب قدامي يعني دي مش عشان خاطر هو، والله العظيم بيتكلم، من اللعيبه اللي انا ترتاح تلعب معاها، ما بتاخدش يعني، في لعيبه بتاخد مجهود تقول لها مثلا تنسجم معاها على طول، لو انا جوه لازم انت تبقى بره، لو انا بره انت لازم تبقى جوه. لا في لعيبه مريح في الملعب، هو من غير ما بتكلم يعني مثلا اول ما بينسى اقول له هنعمل ايه ولي كذا، خلاص الموضوع منتهي. فانا بشكره على الكلام اللي هو قاله ده، وربنا يكرمه ان شاء الله دايما مزيد من نجاحات وبطولات، وربنا يحفظه ان شاء الله يا رب. يا رب انا وانت حبيب قلبي حبيبي يا عمو والله. بنبارك لك يا كابتن كريم على بطوله افريقيا، وشفت جمهور الاهلي بعد انتهاء الافراح وهو بيقول ال 13 يا اهلي والدوري اهلي ازاي؟ والله هو كلنا يعني كلنا لما يعني بناخد بطوله او بنفرح ببطوله بنبقى عايزين اللي بعدها، الصفحه اللي بعدها يعني. الواحد يعني ما بيشبعش، انا دلوقتي ليا بطولتين في النادي يعني نفسي احقق اكتر من كده بكتير يعني. ان شاء الله. وطبعا ده حق الجمهور، واحنا يعني كلنا بيبقى عندنا نفس الهدف يعني. بنشكرك شكرا جزيلا يا كريم، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق خلال الفترة الجاية، وبنبارك لك على بطولة دوري أبطال أفريقيا، من اللعيبة المجتهدة جدا عندها إصرار. طبعا يا كابتن زي ما قلت لحضرتك، هو من الناس اللي ما بتشبعش. أكيد. يعني عنده شغف على طول إن هو عايز يتمرن. يلعب ويكون موجود. لا وفي التمرين كمان يعني ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه ويكفي شر إصابة، بس أهم حاجة هو وكل اللعيبة على طول بيغل. مش من اللعيبه ان في لعيبه كابتن في لا عنده لعيبه في لعيبه ان هي ما بتلعبش فخلاص ترمي الفوطه، لا ده بني ادم عشان كده ربنا بيكرمه دايما، بقولها له بقول له انت وفي كمان حاجه في ان هو يعني ما لعبش ما 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 ما, ما, ما دخلش السكور ما دخلش القايمه ما بيقلبش وشه وما لا بيستنى الفرصه، لا اصلا انا عشت معاه يعني في معاشره، يخش يصلي ركعتين شكر ويمشي تاني يوم في التمرين، ولكن في حاجه ولكن ده شيء مهم جدا.